ما وافقتش وقلت مش هشتغل لما يجي حقوقنا. يطلع الراجل الحرام الاثنين مدير اداره التغذيه على مستوى المدن استاذ حسن عبد الحي الليسي خلاص ده يطلع، والدكتور البيطري عادل عبده عادل محمد عبده دكتور البيطري الافراج عنهم من صلاه النيابه دلوقتي حالا، ولا تسيس القضيه ولا تسيس القضيه ولا تسيس القضيه. احنا ما احناش قد السياسه، ما تدخلوش التغذيه في السياسه. ايه اللي دخل باسم عوده الجامعه وزير تموين؟ اختصاصه ايه بالتغذيه؟ اختصاصه ايه هو؟ بدل عشان يغطي على الناس بتوعه اللي هم دخلوا اللحمه ديت، ولا اللحمه تم اكتشافها بطريقه احترافيه. يقول لك انا اللي اكتشفتها. عارفه يعني ايه؟ يقول انا اللي اكتشفتها، يقول بالطالبات يقولوا احنا اللي اكتشفناها. اذا كنا احنا اكتشفناها من الصبح من الساعه 9 الا 5 بالظبط اكتشفناها، وتم عمل لجنه وتم اتباع كراس الشروط والمواصفات الصح، وتم اتلاف محضر اتلاف وليس اعدام، والمتعهد تقاعس في حملها. تم عمل لجنه من اتنين دكاتره بيطريين ومدير عام اداره المدن اداره التغذيه بالمدن الجامعيه ومدير اداره التغذيه بمدينه الرعايه وكبير اخصائي تغذيه واخصائيين تغذيه ولجنه استلام وكلهم من اكفاء. يوم والعلم الساعه 4 في نفس اليوم نائب رئيس الجامعه عن طريق الخبير الوطني قال لك يصرف لهم مكافاه تشجيع على اللي عملوه. دي مكافاه التشجيع بتاعنا ان احنا نتحبس؟ انا اهدرت مال الدوله في ايه؟ عشان الناس بيقولوا اهدار مال الدوله، عشان منعت عنكم جريمه، عشان منعت عنكم الكلام ده كله في النهايه نطلع فاسدين.